السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ أميرة. رمضان مبارك سعيد للجميع خارج الوطن وداخل الوطن وكل مشتركين قناة مطبخ أميرة. ومن ضمن شهيوات رمضان اللي ما كتختارناش في الطابلة هي البريوات والسيجار. إن شاء الله غنحضر معكم البريوات والسيجار أو قنينطات اللي غنحضرهم بالطريقة بحشوة السمك اللي كتجي أكثر من رائعة، وكيفاش غادي نوريكم طريقة بسيطة ورائعة باش تحتفظوا فيه في المجمد. حتى كانوا كيحصل معكم مشاكل في أثناء الطهي كترطق لكم أو كتحل لكم، هادشي كله الأسرار غنوريها لكم في هذا الفيديو. ما عليكم إلا تتابعوا معايا من الأول إلى الآخر وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات ديال الحشوة السمك، طبعا كنحتاجو السمك. بالنسبة لأنواع السمك، عندي هنايا الفرخ، عندي هنايا واحد مجموعة ديال السمك اللي كيتباعو، يعني كيكونوا مخلطين ما بين فيهم شوية الكالامار، فيهم بوزروك، فيهم يعني التشكيلة اللي كتكون يعني بالنسبة للسمك كيبقى لكم الاختيار شنو غادي توضعوا. وكذلك عندي حتى الكروفيت كتشوفوا القيمرون، حتى هو عندي تقريبا هنا 200 غرام، عندي الفرخ كذلك 300 غرام، وعندي واحد التخليطه ديال الفواكه البحر، وعندي هنا الفطر الابيض يعني الفطر المعلب، عندي القزبر، قزبر وربيع اللي مفرومين بالفرامه ديال بيم، ديال الاله اللي كنفروم بها ولات كتساعدني بزاف في المطبخ، راه زوينه بزاف. وعندي هنا الفلافل الالوان. بالنسبه للفلافل الالوان اللي كانت عندكم موجوده ديروها، ما كانش ممكن ما ديروهاش. وطبعا ما يخطاناش السمك بالهريسه، اللي بغى الحار كيدير الهريسه. عندي هنايا هاد التوابل ديال الحوت، كانت صايبه ماما على اليد ديالها بالقشور ديال القيمرون وزائد اضافات ديال التوابل. ان شاء الله نخلي لكم الرابط باش تشوفوا كيفاش حضرناها. وكنحتاج الفصوص ديال الثوم اللي مهروسين مع اللب ديال الحامض كذلك مهروس مفروم جيدا، صلصه الصوجا، كنحتاج زيت الزيتون وكذلك الزيتون لدوائر، وكنحتاج شعريه الارز الصينيه. كناخذ انا شعريه الارز اللي اللون ديالها ابيض، البكيه ديالها كنحتاج فيها 500 غرام، وكنحتاج كذلك الفطر الاسود. غنوريكم لاله مولاتي هاد الاله العجيبه ديال البيم اللي فرمات لي بزاف ديال الحوايج وساعدتني في المطبخ. وكنحتاج كذلك ثلاثه الضامات ديال الحوت، كيبقى اختياري لان بما اننا نديرو الحوت غنديرو الضامات ديال الحوت. اول حاجه غنحضر معكم الشرموله اللي غنحضروا بها الحوت. كنجيب اناء كنوضع فيه تقريبا كاس ديال زيت الزيتون، كنوضع فيه الثوم اللي مهروس مع الحامض كذلك مهروس، كنوضعو كذلك الهريسه، الهريسه كتبقى اختياريه، كنوضعو كذلك الشونيه او السودانيه، وكنوضعو جوج معالق ديال الابزار او الفلفل الاسود، جوج معالق ديال القزبر، جوج معالق ديال التحميره، جوج معالق ديال الكركم. كذلك كنوضع التوابل ديال الحوت، كنوضع تقريبا 4 المعالق لان يعني عندي كميه كثيره. وبالنسبه للملح ما غنديرش الملح لان كلشي هنايا فيه الملح. وكذلك الضامه كانت في التوابل ديالنا كنوضعوا. هاد الشرموله البنات ما نقولش لكم رائعه، هاد الشرموله اللي غنخدم فيها الخدمه كامله، غنخدم فيها نشرمل بها الحوت، غادي نشرمل بها كلشي، فقط غير تابعوا معايا. ولا شفتها باقا عاقده كنزيد زيت الزيتون باش تولي مرخوفه. عاده كنزيد الصويا، غنضيف فقط غير ملعقه، ما نكثرش منها باش ما يكحلش ليا وتبقى الشرموله اللون ديالها الطبيعي. اول حاجه غنبداو بالمرحله، غنبدا بالمقلاه اللي سخنتها، غنوضع بالزبده. كنحتاج الزبده كما قلت لكم، نسيت ما قلتش لكم الزبده كنحتاجوها، لان الزبده هي اللي غنقليو بها جميع المراحل الخطوات. اول حاجه غادي ناخذ الفرخ اللي مقطعاه مربعات كيف كتشوفوا، وضعته وضعت عليه جوج معالق من الشرموله. هاد الشرموله غنوزع بها وغنطيب بها جميع الحوت اللي عندي. ملي كنشرمل الفرخ فقط كيطيب ليا دغيا دغيا، كنوضعو في الشبكه كتسقطر وكيبقى لي هذاك لاصوص لتحت كنخليه كنحتفظ به. وكذلك كنجيب هاد الفواكه البحر اللي مخلطه، كيتباعوا ساشيات مخلطه فيها هاد الفواكه البحر، كذلك قليتها مع جوج معالق ديال الشرموله. ملي قليتها كذلك وضعتها في الشبكه، سقطرتها مزيان، وديك لاصوص اللي كتبقى لينا من الشبكه ما كتضيعش لاني مازال غندير بها الشعريه ديال الارز. وغنوضع هنا القيمرون او الكروفيت كذلك مع جوج ملعقات ديال الشرموله، والزبده ضروري، الزبده هي باش كنقليو بها. صافي كنقليو فقط غير قليل وكنكونوا وجدنا السمك. غنمشيو للمرحله
الحالة باش غادي ناخد هاد الفطر أسود غادي نقطعه جيدا كي اللي كيخليه طروفة كبار وكيوضعهم في البريوات ديالو. أنا ما كان بغيهمش طروفة كبار، من أحسن نفرمهم يتطققوا مزيان باش يتوزعوا بالجميع البريوات ديالي والسيجار ديالي. صافي كنقطع كيف كتشوفوا والله الا الفرامه عجيبه، كتقطع من داك الشيء كتقطع حتى الكفته. وسولوني بزاف ديال البنات واش تصدات لك هذاك الموس، ما تصداش ليا باقا مزيانه. فرمت بها كذلك الفطر المعلب وغادي نكون وجدت كل شيء. غنبدا بالطنجره لان الطنجره هي اللي غتكفيني باش غادي نخلط هاد المكونات. غنضعت الزبده وضعت الفلافل بالالوان، يعني الفلفل اللي موجود عندكم ديروا، تقدروا ما ديروش الفلافل. وضعت كذلك الزيتون مقطع دوائر وداك الفطر المعلب اللي قطع اللي فرمته كذلك مع الفطر الاسود، وغادي نقليهم جيدا. ومازال غنستعملوا دابا يا الشرموله، شي شرموله كيخدمنا بها جميع المراحل، كتساعدنا بهذه الطريقه وكنختصروا العمل. كيف كتشوفوا مني قليتهم بالشرموله اللي بقات لي كامله، غنوضع 500 غرام ديال شعريه الارز وغنخلطها جيدا. شعريه الارز غطبتها في الماء بارد ليله كامله وقطعتها فقط بالمقص، من احسن ديروها ماء بارد باش ما تفتتش ليكم. ولا كنتو مزروبين تقدروا ترطبوها في الماء ساخن وعاد تقطعوها. وكنوضع هاد البقايا اللي كيبقاو لي ديال الشرموله باش كتسقطط الحوت ما كنضيعهمش، كنضيفهم كذلك في مع الشعريه الصينيه وكنخلط جيدا. نخلطوا جيدا ما نخليوش الماء يكون لينا في الطنجره، نتاكدوا ان الماء ما بقاش في الطنجره. وصافي غادي نزولوها باش غادي نخلطوا الباقي ديال السمك اللي خدمناه. الطريقه اللي وريتها لكم باش تجيبوا عدد كثير ديال البريوات والسيجار بطريقه مختصره وما شدش لكم الوقت. من بعد حيدت الطنجره من النار وضعت فيها جميع السمك ديالي اللي خدمته، غندقتها لقيت راسي غادي نزيد شويه الهريسه حيت باغا شويه حاره. وضفت هنايا اخر مرحله القزبر والمعدنوس اللي مفرومين، كيبغيو القزبر والمعدنوس هذه الوصفه بزاف زيدوا. وبالنسبه للحار كيبقى هذا ذوق، بغيتوا تزيدوا الحار نتوما كتذوقوا، بغيتوا تزيدوا بغيتوا ما تزيدوش كيبقى لكم الاختيار. انا كنخلطها جيدا باش نوريكم كيفاش. وبالنسبه للفرخ راه مازال كيتقطع اثناء التخلاط، يعني محتاج انني نكون مقطعاه قبل. صافي كنخلط جيدا، كنكون حصلت للحشوه خليتها تبرد. ودابا غنجيبوا الورق ديال البسطيله، عندي هنا كيلو ديال ورق بالحجم الكبير وعندي كذلك كيلو اخر بالحجم الصغير، يعني عندي جوج كيلو لان عندي تبارك الله راه كميه وفيره. غنبدا كيفاش غادي نخدم معكم السيجار او القنينطات. كناخذ هذا الورق ديال البسطيله كنطويه وكنقطعه على اربعه، كيف كتشوف قطعته في الاول نصف، ثاني غادي نقطعه على جوج، تنحصلوا على قطع كيف كتشوفوا على اربعه باش نشكلهم قنينطات. كيف كتشوفوا العمليه انا وريتها لكم، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. وكنحل الورقه ديالي كنوجدهم حدايا والباقي كنوضعه في البلاستيكه باش الورقه ديالي ما تنشفش ليا وتبقى صافي. كنوضع هنايا اربعه في المكان العمل، كندهنهم بالزبده. كنحتاجوا كذلك الكوله، الكوله هي عباره عن دقيق والماء يكون دقيق عاقد شويه، هو باش كنسدوا به القنينطات ديالي. من بعد كنوضع الحشوه في الجنب، كنطويها على الجناب كيف كتشوفوا، وكنوضع الكوله ديالي في الاخر، وكنبدا نطوي وانا غاديه. ومن يطويو تحكموا جيدا باش ما تخش لكم الحشوه. انا نوريكم كيفاش كطويو، اول حاجه من الجوانب كطويو وكتجمعوها مزيان، والباقي صافي اللي بات لكم شي حاجه محلوله راه كتسدوها بالكوله. كنوضع ثاني كذلك الاطراف في الجوانب، كندهن بالكوله وكنبقى غاديه وانا كندور كيف كتشوفوا. الطريقه سهله باش كنحضروا القنينطات، وتحاولوا يعني تجمعوهم مزيان وتسدوهم مزيان، ولا بان لكم شي حاجه محلوله ديروا الكوله. كيف كتشوفوا غادي نبقى نستمر حتى نكمل القنينطات ديالي، ودايره البلاستيكه في البلاطو مفرشاها وضعت فوق منها القنينطات وانا كنوضع. وعاودت معكم المرحلة الأخرى باش تشوفوا. مني كملت القنينطات دابا غنحضر بريوات. عندي هنا كيلو آخر ديال البسطيلة اللي صغيرة، غادي نقطع فقط الجوانب ديالها كيكونوا حرشين كيف كتشوفوا، ونقطعها فقط غير على نصفين.
صافي كنكونوا حصلنا على البريوات كنوضعهم. بالنسبه للبنات الجهه اللي تكون حرشه هي اللي كنوضعوا عليها الحشوه، والجهه الرطبه كتبقى هي في الجنب الاخر باش تكونوا عارفين هاد الحاجه. وكنوضعوا هاد الكوله، غنوريكم حتى الطريقه كيفاش تخدموا البريوات للمبتدئات. كان هذاك الكوله ديال الدقيق مع الماء كندهن بها الجوانب كاملين بحال كنسوديه باش تجيكم طريقه سهله للمبتدئات. كطويو الجانب وكتعاودوا طويو الجانب الاخر، كتسد لكم مزيان، وكنحطوا الحشوه وعاده كنزيدوا ثاني كذلك الحشوه باش ما تبقاش نينه الجوانب ديالها فارغه. وكنطوي يمين يسار وكنشوف الا كانت شي حاجه زايده ما خصت ليا البريوه ديالي كنقطعها، والباقي كندخل في البريوه ديالي، هكا كنحصل على البريوات اللي مقادين. هذه الطريقه اللي وريتها لكم سهله البنات. كنديروا الدقيق ديالنا يعني الكوله ديالنا في الجوانب باش ملي كنطويها كتسد لينا، وكنتحكموا في البريوات ديالنا وكنطويو يمين يسار، والباقي كنقطعوا لي زيد وكندهنها بالكوله ديالي وكندخلها لداخل باش كنحصل على البريوه اللي متساويه الاطراف وما تكونش فارغه في الجوانب. اش في الاول كندير الحشوه، وطبعا كنعزل الحوت ديالي ما عزلش فقط عيض الشعريه الصينيه، وكنزيد نوضع الحشوه باش تبقى ليا البريوه مقاده اليوم ما فارغاش، وكنطويها وكتبقى ليا الجانب كنقطعو لما كانش مقاده هذه بات ليا مقاده. صافي غادي ندهنها بالكوله وصافي كنكون حصلنا على البريوات اللي متساويين ومقادين. كنكونوا حصلنا على البريوات ديالنا السيجار او القنينطات. غنوريكم ان شاء الله طريقه الاحتفاظ به في المجمد، طريقه صحيحه باش ما يتفرقعوش ليكم اثناء القلي او اثناء الطهي في الفرن، كيحصل بزاف ديال المشاكل. كيفاش كنحتفظ به انايا؟ كنوضعوا في العلبه اللي كنوضع اول حاجه قبل ما نوضعوا في العلبه كندهن القنينطات بالزيت، والبريوات كذلك كندهنهم بالزيت، كنستفهم في كندير واحد البلاستيكه اللي كنحطها اول مرحله، كنوضع نستف هذوك القنينطات اللي مدهونين بالزيت او البريوات. كنستف يعني الطاج الاول كنوضع عليه البلاستيكه ونعاود ندير الطاج الثاني. صافي تكمل العلبه ديالي ونقفلها ونوضعها في المجمد. ملي تبغيو تقليو او تطيبوهم في الفرن يعني مباشره من المجمد الى القلي او الى الفرن، بحال هكا كتبقاو كيجيكم البريوات ديالكم او السيجار هما هادوك. بزاف اللي كيبغيو القلي لانه كيحافظ على القرمشه، ولكن كيبقى الصحه هي احسن حاجه. بعدا كنطيبهم في الفرن، والصحه والراحه وصيام مقبول وافطار شهي، وبسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.